يلا بينا نبتدي بأول وصفة للنهاردة، وهي وصفة رز بالزعفران. علشان نعمل رز بالزعفران عايزين الآتي: 2 كوب رز بسمتي أو 3 أو 4 حسب عدد أفراد الأسرة واللي جايين، 1 بصل مقطع شرايح، 2 فص ثوم مهروس، 1 معلقة كبيرة من الزنجبيل الفريش المفروم، 2 عود قرفة، 3 نجمة ينسون، 1 معلقة صغيرة زعفران حقيقي، مش موجود حطه العادي بس أنا طبعا بفضل الحقيقي، ربع كوب موارد، 2 معلقة كبيرة سمنة، ملح وفلفل، فواكه مجففة ومكسرات زي ما انتوا عايزين. الفواكه المجففة اللي احنا حطيناها النهاردة حطينا كرانبري وحطينا مشمش وحطينا تين، وتقدروا تحطوا اللي انتوا عايزينه، وكمان القراصية بتبقى حلوة قوي مع الرز. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجة هنعملها هناخد السمنة اللي عندنا وهنحطها هنا، بنقدر نحط كمان شوية زيت. وعايزة اقول لكم على حاجة، يعني تقدروا تحطوا نص الكمية سمنة ونصها التاني زيت. الرز البسمتي يا جماعة ده مغسول ومنقوع في مية سخنة لمدة نص ساعة. نص ساعة بنحط فيها الرز بتاعنا علشان يفتح معانا، وبعد كده بنصفيه. دلوقتي أول حاجة هنعملها عايزين نحط البهارات الصحيحة اللي عندنا. احنا عندنا بس حاجتين، هما القرفة والنجمة اليانسون، بس هخليهم على النار كده دقيقة علشان تطلع النكهات بتاعتهم، ابتدت الريحة بتاعتهم تطلع. هنحط دلوقتي أول حاجة عندنا البصل، خلينا نحط كده هنا، هنقلبهم مع بعض. طيب على بس ما البصل شوية يتحمر كده شوفوا هنعمل ايه. هنجيب الزعفران اللي عندنا، شوفوا اهو زعفران، الزعفران اللي عندنا ده هناخده هنحطه مع المورد ونسيبه قاعد مع المورد شوية كده لغاية ما نستعمله، هنستعمله في الآخر خالص. ادي المورد اللي عندنا، هناخد الزعفران هنفتفته بس كده قد ما نقدر، كده 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 تمام كده. يلا ناخده بقى ونحطه على المورد كده، ونسيبه مع المورد شويتين ثلاثة لغاية ما نبتدي نحتاجه في آخر تقريبا خطوة من الطبخ. فواكه المجففة اللي عندنا وهنحطها مع الرز ده، هيخليها تبقى طرية ويعني هتطرب زيادة وهي محطوطة جوه، فهتدي طعم حلو قوي، وهتروح نكهتها كمان للرز، فهيبقى طعم الرز كمان أحلى. كمان كده بخلي شوية صغننين بس كده للوش عشان يبقوا باينين. دول بقى هيطهوا يا جماعة وهيحطوا كده هيدوا نكهتهم للرز. بعدين هنحط الزنجبيل الفريش المفروم اللي عندنا. يلا خلينا نقلب بقى ده. فهنحط دلوقتي الرز بتاعنا، ادي الرز زي ما اتفقنا، الرز بتاعنا مغسول ومنقوع في مية سخنة ومتصفي. فدلوقتي معلش هو من المية مسك شوية، فهنفكفكه بس من ايوه تمام كده. يلا زي ما قلنا بتنقعوه يا جماعة في المية السخنة تقريبا نص ساعة، يعني علشان نستفيد مش أقل من نص ساعة تمام. هنحط بقى دلوقتي شوية ملح، حابين تحطوا مكعب مرق حطوا، هنحط شوية ملح، مش هحط فلفل عشان أنا مش عايزاه يغمق، خليه كده بلونه الألوان الحلوة اللي هتبقى باينة من ال، وادي الجواهر بتاعتنا اهي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اخر حاجة هنعملها قبل ما نطلع الفاصل، هنحط المية وهنسوي الرز بتاعنا عادي جدا. شوفوا بس انا هزود ايه دلوقتي معاكم على الوصفة، لو حبيتوا تضيفوا بس مكعب المرق، ولو حبيتوا برضو بتقدروا في الاخر خالص لما نيجي نحط الزعفران والموارد تقدروا لو تحبوا تحطوا شوية زبدة صغيرة. بتعمل ايه الزبدة؟ تفضل نكهتها موجودة في الرز وفي نفس الوقت بتثبت اللون بزيادة تمام. وكمان تقدروا تحطوا بشر ليمون، بشر ليمون
بيطلع طعمها كمان حلو قوي. يلا بينا نحط الميه. شوفوا بقى، هناخد الموارد والزعفران ونحطهم كده بهذا الشكل ونقلب على الخفيف.